مرحبا متابعي ومتابعات مدونة فور فلاي. في هذا الدرس الذي سنرى فيه طريقة إنشاء حساب جيميل جديد، هناك أمر مهم أود فقط توضيحه، هو أنني سأنشئ حساب جيميل بدون استعمال رقم الهاتف، لكن أحيانا جيميل قد يطلب منك رقم الهاتف، فرقم الهاتف الهدف منه فقط هو تأمين حسابك من السرقة، لذلك يمكنك أن تستخدم هاتف شخص من العائلة أو صديق لتفعيل جيميل في حالة طلب منك يعني رقم الهاتف كخطوة ضرورية لابد منها لتسجيل الحساب. على أي في الخطوات التي سترونها، أنا لم أستعمل رقم الهاتف، استعملت بريد إلكتروني آخر فقط، وإن احتجتم لبريد إلكتروني آخر يمكنكم استعمال أوتلوك لأنه لا يطلب رقم الهاتف لإنشاء الحساب، وبعد ذلك يمكنكم العودة لحساب جيميل لإنشاء الحساب. كما قلت، رقم الهاتف أو بريد إلكتروني احتياطي الهدف منه فقط أو منهما فقط هو حماية حسابك من السرقة. لماذا؟ لأنه مثلا أنت بنفسك لو حاولت الدخول للبريد الإلكتروني جيميل من هاتف آخر أو من حاسوب آخر، سيطلب منك تأكيد يعني أنه أنت بإرسال كود للبريد الإلكتروني الاحتياطي أو لرقم الهاتف، وبعد التأكد من أنه صاحب الحساب يتم فتحه. لذلك كما قلت، إذا طلب منكم جيميل رقم الهاتف استعملوا رقم أي شخص لأنه فقط للتأمين، ويمكنكم لاحقا من الإعدادات حذفه. فلنرى الآن كيفية إنشاء حساب جيميل. توجه لجيميل، gmail.com، وسنحاول أن ننشئ يعني حساب جديد. أولا دعونا نغير اللغة لأنه الآن باللغة الفرنسية، فسأختار اللغة العربية من هنا في الأسفل. ثم سأنخر على إنشاء حساب، وسنبدأ بطبيعة الحال بتعبئة المعلومات. فهنا بطبيعة الحال يعني العربية مرة أخرى، سنكتب بطبيعة الحال الاسم الأول، إبراهيم زوغار اسم العائلي، ثم اسم المستخدم بطبيعة الحال. وهنا بطبيعة الحال يجب أن نختار اسم المستخدم، سأحاول أن أكتبه باللغة الإنجليزية طبعا، وسأكتب هنا مستر مثلا زو 07. دعونا نرى إن كان سيقبل يعني هذا اسم المستخدم. فأعتقد أنه تقبل يعني الاسم المستخدم. دعونا نختار الآن كلمة مرور، ثم هنا والآن سنقر على التالي. هنا اسم المستخدم، هذا مستخدم بالفعل، جرب اسم آخر فسنضيف، دعونا نقوم بتغيير إذن تم قبول اسم المستخدم. هنا يطلب مني سنستخدم رقمك من أجل أمان الحساب ولن يكون مرئيا للآخرين.
طبعا هنا يمكنك استخدام رقم الهاتفي. الهدف من الرقم الهاتفي هو حماية حسابك فقط. مثلا إذا ضاعت منك كلمة مرور إلى هاتفك يمكنك استرجاعها. فأنا سأستعمل يعني البريد الإلكتروني عوض الرقم الهاتفي. سأكتب يعني بريد إلكتروني بحيث إذا ضاعت مني كلمة المرور يمكن استخدامه لاسترجاعه. ثم هنا تاريخ الميلاد بطبيعة الحال، يجب أن تختار تاريخ الميلاد الخاص بك. ثم سنة الازدياد، وتختار هنا الجنس بطبيعة الحال. ثم سننزل للأسفل للتالي. وهنا بطبيعة الحال الخصوصية والبنود مجموعة من القوانين التي يمكنك قراءتها والتعرف عليها. فسننقر على هذا الرمز هنا ثم ننقر على وافق. سننتظر الآن ليتم فتح البريد الإلكتروني الجيميل. فهذا هو البريد الإلكتروني الخاص بجيميل. الآن لدينا البريد الإلكتروني جيميل. بطبيعة الحال هذا هو البريد الإلكتروني هنا كما تشاهدون، mr.zoo073@gmail.com.